أو كذلك العالمية تتحدث عن إبداع جماهير الوداد وعن تيفوهات جماهير الوداد وعن كذلك فكر ورسائل جمهور فريق الوداد. اليوم كذلك الصورة والمشهد يتكرر بإبداع آخر من أنامل وأيادي جماهير الوداد الرياضي التي تصر على أن تضحي وتبدع وتؤازر بهذه الكيفية وتحفز لاعبي الوداد بهذه الكيفية. هكذا يكون الاستقبال للأبطال، هكذا يكون الاستقبال لاعبي الوداد. شوف حتى لاعبي الوداد يركزون على هذا التيفو. هكذا هي الصور وهكذا والإبداع وهكذا هي الأجواء الجميلة التي تميز المركب محمد الخامس لما يحضر الجمهور بهذه الكثافة ولما يحضر الإبداع بهذه الصورة.